مساء الخير. البوصلة تاني حلقة في الأسبوع الاثنين، رمضان بيقرب والأسئلة عمالة تجيلي. هقول آخر الأسبوع ده إحنا هنعمل إيه في رمضان. طبعا البوصلة إحنا مستمرين على طول بسلسال طويل لسه ما نخلص ده، هندخل بقى في الموضوع اللي أنتوا عايزينها جدا، ومش عايز أدخل في المسألة دي دلوقتي إن أنتوا طالبين مليون حاجة هتتعمل كلها يا جماعة، سهلة. إحنا بنتكلم دلوقتي بانضباط لطيف جدا عشان محدش يجي جنبنا، وهتتعمل كل الافكار، بس لما نخلص عوائق التنوير ندخل بقى في التنوير نفسه. وانا وعدتكم بكده، والا هو البوصله لايه؟ هنفضل نتكلم، لكن يعني الوثيقه اللي بعملها لابن تيميه والارهاب عامه وعقل الارهاب الان والدخول والولوج فيه وتفسيره ورابط السببيه اللي انا بعتقده في ظني، دي وثيقه للتاريخ جات لنا الفرصه اخيرا نعملها. فارجوكم يعني خليكم معانا في المساله. المهم امبارح احنا خلصنا الخلطة السحرية وكل اللي حطه ابن تيمية في حياتنا دي، بس عشان نخليه كلام أكاديمي، هو الفرق بين الكلام العام والشرح والكلام الأكاديمي حاجة مهمة جدا، ان الكلام الأكاديمي لازم يطلع لكم نتائج يعني مرقمة تقول لي الخلاصة بتاعت القصة دي ايه. على فكرة ده البحث الأكاديمي بالمناسبة بعموم، ومناسبة البحث الأكاديمي ولا مش النهاردة، خلينا في موضوعنا. هبقى اتكلم عن الموضوع اللي حصل الأسبوع اللي فات مع السيد وزير الأوقاف والطالب اللي كان بياخد الماستر الماجستير. ممكن أصدقائنا في الوطن العربي ما يكونش متابعين قوي لأنه موضوع داخلي، لكن يخص جدا جدا اللي بنقوله، فكرة الخلافة وحكاية أن الوطن ده بدعة. ما هي الخلافة يا حبيبي اللي أنا عايز أقوله، يعني أن هي هي المبرر اللي عليه بنى ما بعد سقوط الخلافة من أول حسن البنا، فكرته وفكرة جماعته. هي الفكرة كانت ايه؟ الحق الاسلام ضاع. ليه يا باشا ضاع؟ ما كويس. لا اصل الخلافة ضاع. طب وايه علاقة الخلافة والاسلام؟ ومن هنا يا باشا لحد النهاردة حد ما يسمى مجرمي داعش، اللي هما اختصار الدولة الاسلامية في العراق والشام، وبعدين يقول لك خلاف على منهاج النبوة. كل ده ميراث السبع قرون اللي ابن تيمية برضو فكرة ان الوطن ده وثن يعني معبود، وانه خروج على الاسلام، وانه جاهلية ثانية او اولى، كل ده. وانا هبقى احكي بكره، بس نخلص الاهم النهارده لجزء منه، لانه كتير مهم في مساله اثار ابن تيميه في الحقبه الرابعه. هم عايزين ايه يا فندم؟ عايزين خلافه. لان انت علمته ايه من ابن تيميه وغيره وانت لسه بتروج زي ما قلت لكم من اسبوعين؟ ان ده زمان العزه، ده زمان الخلافه، ده زمان العظمه، ده احنا كنا نقود العالم، نقود العالم بالظلم، نقود العالم بالدماء. لم يكن الاسلام هو الذي يقود العالم، كانوا حفنه من المنتفعين وأصحاب المصالح والدمويين الذين يقودون الأمم، وتردت لهم الصاع 50 صاع، وشوفوا حالنا دلوقتي وفهموا انتوا الباقي. المهم ايه بقى النتائج؟ هنكتبها عشان تبقى بقى واضحة للعيان ونحفظها مع بعض، نحفظها. هي دي النتائج اللي احنا فيها النهاردة، وهو ده استقبالك واستقبال المجتمع للإرهاب. بس احنا يا حرام من السبعينات بيضحك علينا، اصله الارهاب وحش، اصله ظهور الوهابيه، اصله مش عارف ايه. لا 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 لا، ده مؤسس من القرن الاول باسباب اولى، ثم الشيوع فكره جاد الطلب لما كنا اقوياء، ثم عصر انهزام واضمحلال فبدات فكره المؤامره، ثم تحويل الدفه كلها لصراع داخلي قاتل دموي نقتل كلنا بعض في افكار وفتاوى ابن تيميه. لان انت ببساطه ده ما فيش حد، ده تكفير حكام، طواغيت، الناس، الطوايف، البشر، الحجر، ما فيش حاجة غير فيها عداء وحب للقتال واستحلال دماء. عايز تاني أكتر من كده تورسه؟ بس خلي بالك بقى كلمة استحلال دي هنشرحها دلوقتي في الأربع حاجات دول، هي منثورة بينهم. فكرة المبرر، فاكرين أول حلقة في الإرهاب هنا في المجموعة دي لما قلت لكم التعريف اللي أنا بقدمه أو كتبته قبل كده من 11 سنة؟ تعريف الإرهاب إنه إيه؟ بدون بغير مبرر ولا عذر. ده في نظر الغرب. تعريفنا احنا بقى بمبررات دينية وأخلاقية متوهمة، لأن هو بيفهمه أنت بتعمل الصح، أنت بتقيم الخلافة، أنت بتدافع عن ربنا، مع أن ربنا مش محتاج حد يدافع عنه خالص، لأن هو اللي قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ده اللي أنا عارفه في القرآن، حاجة تانية ما عرفهاش. المهم بصوا، واحد، وده اللي عشان قلت لكم هي منصوره، دي النتائج النهائيه لما تركه ابن تيميه لاشعال ما نحن فيه الان.
كله في السبع قرون وخصوصا في قرننا الأخير من اللي بيسموه الشهيد ومش عارف ايه والضحك ده والناس سايباه بتتقال حسن البنا لحد داعش وهم كلهم ملة واحدة. المهم ومبررات واحدة وقتل واحد وكل واحد. أول حاجة خلق مبرر وعذر شرعي وأخلاقي للدماء والقتل. أدي واحد. دي آثار في ظني الأستاذ الفاضل ابن تيمية اللي سبع فتوى اللي انتوا قريتوها صفحة بصفحة. اثنين وده هشرحه يعني لو مش واضح في الكلام. فصل الفطرة عن العقل. ثلاثة ودي هشرحها لأن ليها حاجة مهمة يعني. جعل الشر خيرا والباطل حقا. أربعة دي مهمة جدا ليها علاقة بحاجة قلناها برضو قبل بس هنشرحها يعني مش مشكلة. الفصام بين مفهوم الإسلام ونصه وتطبيقه الأول وده يضم كل بقى الشرور الأخرى هنقولها دلوقتي. تعالوا بقى نشرح. بصوا بقى الأربع نتائج دول مفيش غيرهم مفيش خام ده في نظري ده في نظري أنا ما بقولش ده الصح يعني مفيش غيرهم بمعنى كلمة مفيش غيرهم. كل اللي احنا قلناه وتعبناه في الشهرين دول في الأربعة دول بس كان لازم التقى يعني لازم التقى ده والهدوء والروية في شرح نقطة نقطة من أول فتوى وصولا للدفاعات عنه وصولا للحيل اللي بتتعمل عشان الدفاع عنه الحيل الأربعة وصولا لكل السلسال اللي فات من شرح علاقة شرح الإرهاب أصلا ثم تعريفه ثم تقنين وشرعنته ثم علاقة الحقب كلها اللي خلقت الحقبة الرابعة اللي احنا فيها في تاريخ الإسلام كله أو المسلمين للأسف اللي هي حقبة الإرهاب الحالي المئة سنة الأخيرة. شوفوا بقى كل الأفكار دي مبنية على بعض طبعا ده ظني أنا بقدم لكم اللي أنا مؤمن به. القتل زي ما قلنا في الحلقة بتاعت امبارح الدماء غالية جدا إما على الإنسان اللي قدامك أو على نفسك نفسك أكتر لأن قتل النفس ده شيء مخيف بيجي بس في التضحيات الكبرى إن إنسان بيدافع عن دينه الحقيقي في ساعة العسرة أو بلده في ساعة العسرة لا يهجم على أحد. واحد يقول لي طب اللي ماتوا في جهاد الطلب دول زمان مثلا يعني إيه دول؟ أنا مليش دعوة اللي أنا أعرفه متأكد منه في النص إنهم ليسوا على الحق إنما ربنا يقبلهم عشان هم كانوا بقى فاهمين ده الصح لأن هو في القرآن لما بيتعذروا من قبلنا من الكافرين مش أهل الديانات فبيقولوا ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل فبيدعوا عليهم ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ما تغفر لهمش. اللي أنا شايفه القرآن لما قالوا له الكبار هم اللي قالوا لنا عذبهم هو والكبار مع بعضكم يلا بقى ده اللي أنا شايفه. ربنا بقى يقبلهم انهم غزاة معتدين على خلاف ما جاء به الاسلام هو براحته وقد يكون على فكره يعني مفيش حصانه هو اللي قال وممكن يعفو ويعفو عن الكل يا ريت لكن ظني ان الظلم والقتل اللي شفته في النص يعني انه لا يعفى عنه. المهم خلق مبرر وعذر شرعي واخلاقي للدماء والقتل دي جريمة انتوا شفتوها بقى بالترتيب بس ده خلاصة اللي سابه انا كان مسميها اثار ابن تيمية وانتوا طبعا عارفين الاسم اللي انا اطلقته على المسألة بس عشان ما فيش حاجة تقطعنا خلينا نطلع فاصل دقيقة وارجع
رجعنا لكم. المهم الخلق المبرر ده لانه اكبر، لانه التعريف اللي انتوا فاكرينه بتاع المجتمع الدولي او المحكمه العدل الدوليه في لاهاي اللي انا جبته مترجم من موقعهم، هو بيقول ايه؟ انه هذا الفعل يسمى تيروريزم ارهاب لانه بغير مبرر ولا عذر لا شرعي ولا اخلاقي. فتخيل لما تحط لهم ده، وده هينبني عليه اللي بعده وهقول لكم ازاي. فتخيل لما كل ما يحدث في هذا العالم الان اللي احنا متاكدين انه دموي وغير الهي، لا يامر به اله اصلا ولا يامر به من نحن نقول في بدايه كل وقت الرحمن الرحيم، ولا يامر به من انزل القران ولا غير القران في كل الديانات السماويه، ولا يقر عاقل ولا يقر ولا تقر نفس انسانيه سويه، خلي بالكم الكلمه دي، ولا تقر اي فطره عاقله في هذا العالم ولا اي قانون ولا اي دستور، ولا يقر لو كان باسم الاله، ودي جريمه مضاعفه. اعملوا زي ما قلت لكم امبارح، اعملوا كغازي يعني باللغه العربيه، اعملوا كمستعمر، كامبريالي، كصهيوني، كمجنون زي هتلر، اعملوا كواحد عنصري، انا حبيبك ما عنديش مشكله خالص، وتقول بقى ان انا مجنون زي فيتلر، يا جماعه انا مجنون ومشوا معايا، انما تقول لي ربنا بيامرني بكده، تبقى انت جايب حاجه احنا ما نعرفهاش لا في الكتاب ولا في السنه الصحيحه. دي حاجه من تاليف سعادتك ومن بنات افكارك ومن النفس الضاله الموجوده جواك. مين بقى؟ مش مشكله، لكن ما تقوليش ربنا. فتخيلوا ان كل هذا العته والجنون والدموية اللي بنقابل بها العالم الآن من الداخل، لقتل الطوائف، لقتل الجيوش، لقتل الحكام إن استطاعوا، لقتل القضاة، لقتل الشعب بلا تمييز، ثم التوجه للخارج لقتله من أول أصغر شيء لا يكلف شيء، السكين، حادث الطعن، دهس، شيء غير مكلف، لحد أعلى حاجة لما عملناها بقى أو عملوها هم يعني في نيويورك ولندن والمتروهات وباريس وكل اللي انتوا عايزينه في العالم، وتفجير الاستاد وكل الجنون ده. تخيلوا ان هناك فئة تعتقد اعتقاد حقيقي، وفئة ليست قليلة، ليسوا المشاركين فقط، اسمعوا كلامي كويس، شوفوا الصفحات المؤيدة، شوفوا بعد اي حادثة نصرك الله ورفع بك وسهم الاسلام، من شباب قاعدين في بيوتكم وبيوتنا كلنا في الوطن العربي. تخيلوا أن هناك فئة كبيرة جدا تعتقد أن كل هذا الجنون له مبرر عذر، وعذر شرعي وأخلاقي وديني. ما تكون أو ما هي الجريمة الأكبر من كده؟ أن تكون في قلوب وعقول ملايين من المسلمين جات لنا من عصور سابقة من الآثار دي، يكون ايه اكتر من كده جريمه؟ حتى لو انت ما شاركتش، المشاركه دي السقف العالي بقى، يلا بقى انا عايز لاسباب كتير اقوم اعمل بايدي. لما بيعلوا المشاعر قوي، انا قلت لكم الخلطه بتاعت امبارح واكدت عليها، اولها ايه؟ مشاعر. ديني، ما هو الولد بيلتزم، الولد اللي في بيوتكم. فتلاقيه هو قاعد بيقول لك نصرهم الله، هم الصح. وده بكره هقول فيه فكره كيف تخلق هذه الجماعات نتاج الاربع حاجات دول، لان في نقطه مفصليه بتمنى إذا شرحت وأخذت بجدية أن يفهموها الحكام والجيوش والممسكين بمقاليد الأمور في الوطن العربي، عشان يعرفوا يواجهوا ده، لأن المواجهة مش عسكرية فقط، ده جزئي لكنه مش مواجهة إرهاب طبعا، فوق راسنا اللي بيعملوه وهم بيفدونا، وده حقيقي، أنت قاعد بتتفسح وهم بيتفجروا، وده مش كلام يعني كان المفروض يبقى أكتر من كده تقديراً للي بيحصل، لكن للأسف دي طبيعة الأمور في بلادنا كلها. المهم هذا الإنسان بفتاواه خلق لكل ما ترونه الآن مبرر عذر وعذر شرعي وأخلاقي. طبعاً أنا أخلاق هنعرفها بقى في اللي بعديها، عشان كده بقول لكم أنا كاتبهم بعناية وكله مبني على بعض. والمبرر ده اوعى تفتكروا كلام عادي، ده تغيير كامل في فكره الارهاب بالنسبه للغرب زي ما انا قلت، وبالنسبه لينا هما بيقولوا دول الناس بيعملوا كده، زي بقى الجيش الاحمر والجماعه وايرلندا وكل اللي شافوا العالم من ارهاب
فاعتقد انه التعريف السليم ان نقول ده بدون عذر ولا مبرر الا المكاسب السياسيه زي ما انا قريت لكم في اول حلقه من الرهاب. انما عند دول عشان كده مش قادرين يفهموهم. لا ده عندهم ده سعيد. ده رايح الجنه. واوعوا على فكره تاخدوا بسخريه مساله انا رايح الجنه ورايح للحور العين، اوعوا تاخدوا الكلام ده بسخريه. الكلام ده ممكن ياثر في اللي قاعد جنبك في البيت. في شاب من شبابنا في بيتك. وما تستبعدش ده وفي كل المستويات الثقافيه والماليه الاجتماعيه يعني الادبيه. عيش تعال افرجك وانا بشوف يوميا وفي وطن العربي كله مش مصر بس، المغرب العربي اللي هو اكثر دول تقدميه فكريا في الوطن العربي، تقدميين يعني سابقنا دايما بخطوه في المسائل بتاعت الحقوق والبتاع من اول بورجيبه والملك الحسن وحقوق. المغرب العربي فيه تنظيم مخيف شنيع حالي اسمه القاعده في المغرب العربي. ازاي جابوا دول؟ حتى لو من الاطراف، لو من بلاد هنا ولا هنا، ازاي جابوهم؟ ازاي اقنعوهم؟ والمغرب العربي بيقول لك بلاد بالعموم تقدميه. الجزائر بلد يعني متقدمه جدا، في عندها قاضيات عدد مخيف من القاضيات النساء، عدد رائع يعني. ها مصر لسه ما فيهاش قاضي نساء جنائي، القاضيات في الجزائر جنائيات. وعلى ذلك كان عندهم في 92 اللي انتوا عارفينه وعباسي مدني والجهاد وينزلوا يحرقوا القرى، وما زال بينضموا تونس والجزائر والمغرب ناس منهم للاسف لداعش وتنظيم القاعده لوحده هناك. ده على جنب. ليبيا يعني بخلافنا وسخريتنا اللي هتودينا ساعات في داهيه، بمناسبه ساعات بتبقى في حاجات جديه جدا بناخدها بسخريه. ماليش دعوه مين على الحق وعلى الباطل في ليبيا، انا بس بسال منين طلعوا كل هذا الحجم من الدواعش في ليبيا؟ ليبيا بلد كانت مرتاحه اقتصاديا جدا جدا لانهم عدد قليل وبشكل ما كانوا يعني عايشين في شكل معروف من الحياه الطيبه، معروفه مش محتاجه بقى مين اللي بيحكم، ماليش دعوه. منين طلعوا دول؟ منين هذا الكم والغل والبؤره اللي بتاذي لحد النهارده ليبيا ومصر؟ في ليبيا. يعني ده الجانب الآخر بكل ما يحتمله من تلبيس المعاني في مسألة الجهاد ضد المستعمر و إنما ظهور مثلا حماس في التخليق الجو ده قد يكون بشكل مزائف لكنه مبرر، إنه يعمل لك بقى جهاد وبتاعه والمسجد الأقصى. وأنا قلت الموضوع مش إسلامي، الموضوع قومي، ده بلد احتل إخواتنا. إنما دول طلعوا منين؟ مصر بلد الثقافة والفن والجمال والسحر وكل حاجة اتعملت في مصر. حتى الشوام كانوا دايما هنا هم اللي بدأوا الأهرام وبدأوا المسرح القومي، جورج أبيض يعني عجنة مصر دي عجنة حلوة كان فيها زمان في الأفلام المسلم والمسيحي واليهودي والأرمني والإيطالي وطلع من عندنا كل العباقرة اللي انتوا عارفينهم كأسماء منفردة لا يتأتى ولا يأتي الزمن بمثلها. دول طلعوا منين؟ حسن البنا طلع منين؟ السبعينات طلعوا منين؟ النهارده منين؟ منين وكتير على فكره. لا وده اللي انا هقوله بكره يعني بناء على الاربعه دول، لانه الاربعه دول هيكونوا قدامك حاجه هتشوفها بكره متخلقه. اوعدكم. خلق المبرر والعذر ده اكبر جريمه في الانسانيه ناهيك انها اكبر جريمه في الاسلام. من سبع قرون قبله كان في دمويه بس الجهاد طلب غلط وجريمه، لكن قال يعني بقى انا بجاهد وهنشر الاسلام وبتاع. كان الطوائف تكفر بعضها لكن يعني فيش قتل والكلام ده وانتوا على ضلاله وانتوا زنادقه وبتاع. كان الكتاب والبتاع مضطهدين والمعتزله بس ما بقتلهمش اقول لهم كفار. كان اهل السنه الصوفيين يضيق عليهم والتصوف دائما منذ الحلاج كحاله منفرده، الحاكم هو اللي عملها عشان يداري على خيبته. انما يعني ها انما ابن تيميه اسس بقى لإيه؟ لمنهج زي ما قلت لكم في الخلطة بتاعت امبارح، منهج. كل كلمة كنت بحطها كنت أقصدها يعني. عشان يجي بقى عندك أي شيء تقدر تقتله، أي نسمة حية من النملة لملايين البشر، وأنت مرتاح ومبسوط وحاسس إنك بتخدم الإله وبتقيم له شرعه وبتدافع عن دينه وبتنشر دينه وبتقتل الكفرة والملاحدة والمرتدين والزنادقة والطوائف وبتقتل الفرق كلها إلا الفرقة الناجية اللي حكيت لكم عليها في الحديث الباطل على رسول الله، وبعدين بتسيب ده كله أثر للي بعدك،
تنفيذ وكلام، من كلام فيريحك برضو ويخلي لك نفس المبرر تاني والحشد تاني والطوائف ما حواليك، واللعبة هي ماشية 700 سنة، نفس الطوائف بتتقتل، نفس التكفير، نفس العالم الكافر، نفس ضياع الخلافة، نفس الأسباب والمبررات اللي تعمل كل شيء من القتل والدماء الجنونية دي شرعي ومبرر. عايز ايه أكتر من كده؟ أساس أول وثابت وأصيل في خلق إرهاب مستمر بنفس دوافعه، بنفس أفكاره، بنفس منهجيته، بنفس استحلاله ومبرراته الدينية والشرعية، أنه يتنفذ كل يوم من أفكار ابن تيمية لوحده منفردا في تاريخ الإسلام. جمع كله بقى اللي ورثه واللي أبدعه وحطه كله في قالب محترم يديك الإيحاء أنه عالم، زي ما قال عليه ابن حجر، زي ما قلت لكم ادعى أو صدق نفسه، فيخلي واحد من زي اللي كنا بنرد عليه ده من شهر يقول لك ده عالم أصولي كبير، لدرجة أنه طلع في حلقة بعدها بيقول لك ابن تيمية العظيم. طيب بسطت كده، المهم تبقى مبسوط. المهم فابن تيمية اللي هو بيسميه عظيم هي دي اللي سابه، فانتوا شايفين دي عظمة، تمام يا باشا، انتوا شايفينه انه عظيم. فالأثر ده بس، هذا الركن الركين الأساسي الثابت خلق لكل هذه الدماء ولكل هذا القتل مبرر شرعي وديني وأخلاقي. هنشرح يعني ايه أخلاقي بقى بكرة في النقطة التانية. ضد كل شيء، لكن انت مرتاح وبترضي الإله ورايح الجنة إن شاء الله ورايح للحور العين بجد بجد، وبيتقال لهم الكلام ده على سبيل الجدية مش السخرية، ده بيؤثر جدا مش بس اللي شاركوا زي ما قلت لكم في بيوتنا جميعا. هتلاقي اللي هو ها وقلبه كده ومشاعره مستغلينها وبدأ ما يسمى يلتزم ويقول لك لا 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 ولابس زينا مفيش مشاكل، فابتدي يشوف عملية من دول يقول ربنا ينصرهم. وأنا هديكم الأسبوع الجاي مثل بعمليات اتعملت وهوريكوا رد الفعل، وهوريكوا رد الفعل من ناس عاديين مدنيين مش منضوين تحت لواءهم. يعني عشان كده النتيجة الأولى اللي طلعنا بيها من كل آثار ابن تيمية هي أكبر شيء دمر المسلمين 7 قرون وإلى الآن ينتج ويولد أفكارا ودماء مباحة بلا أي عذر إلا العذر اللي سابوا ليهم ابن تيمية على إنه الدين. كمل بكرة وأشوفكم بكرة.